بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يسر قناة طارق النجار التعليمية أن تقوم بشرح برنامج إكسل 2013. هذا الشرح إن شاء الله شرح موجز وبسيط وبيدي فكرة عامة عن إمكانيات هذا البرنامج من خلال درس واحد فقط. كلنا عارفين أهمية برنامج إكسل في حياتنا، سواء بالنسبة لتسجيل البيانات، قاعدة بيانات، أو تلخيصها في صورة رسومات توضيحية أو بيانية، أو إجراء العمليات المالية والمحاسبية. فهذا البرنامج صراحة لا غنى عنه لأي إنسان يتعامل مع الكمبيوتر ويتعايش مع المجتمع الذي يعيش فيه. تعالوا بينا نشغل برنامج إكسل 2013. في الحقيقة في أكثر من طريقة، زي ما احنا تعودنا دايما ان انا ممكن اضغط كليك يمين على سطح المكتب، ثم اختار نيو جديد، ثم اختار مستند مايكروسوفت إكسل وركشيت، وده عبارة عن الملف او المصنف او الكتاب، واسميه واعمل دبل كليك فيتم تشغيل البرنامج. دي طريقة. الطريقة التانية ان انا ممكن مباشرة في خانة البحث في البرامج او الملفات اكتب إكسل وبعدين مسافة 2013 واضغط انتر، فبيتم تحميل هذا البرنامج على النحو التالي. في طريقة تالتة ان انا من قائمة الستارت او المنيو بتاعتي هضغط على كافة البرامج والبروجرام، او اذا كان الملف موجود البرنامج موجود في اخر ملفات اقدر اجيبه، ثم اروح لمايكروسوفت اوفيس 2013 مايكروسوفت اوفيس 2013 واختار اكسل 2013، فبيتم تحميل البرنامج. على هذا النحو. طيب، النافذة اللي طلعت لنا ديت اصبحت نافذة معتادة بعد ما شرحنا برنامج الوورد. يبقى ديت الواجهة الأولانية اللي بتظهر، بتوضح لنا كالتالي: ادي اسماء اخر ملفات، اضغط على الملف يتم فتحه. لو عايز افتح ملفات او مصنفات او كتب، لان هنا التعبير بتاعي بوك اللي هو عبارة عن الملف او المصنف، ويأخذ امتداد XLSX وليس XLS زي ما هو معتاد في اوفيس 97 2003. يبقى انا لو حافظ على اي جزء من الهارد او الفلاش اختار فتح مصنفات، يبقى هنا بيعرض اخر الملفات او المصنفات، هنا اقدر افتح مصنف اخر غير هذه المصنفات. ودي القوالب او التبلت الموجوده اللي اقدر استخدمها بسهوله. ده الشكل المعتاد او الافتراضي بتاعي، ان بيديك مصنف او كتاب فاضي وانت تبدا تجري داخله العمليات الحسابيه او الرسومات، او تسجل البيانات بالطريقه او الكيفيه اللي انت عايزها بعدد الاوراق الموجوده فيه، او يديك اشكال جاهزه، قالب جاهز للموازنه شهريه، او في رسومات، او قائمه مخزون وانت تعدل البيانات وتعيد ادخال البيانات، او قائمه الطلاب وتكتب اسماء الطلاب وتكتب البريد الخاص بيهم، او قائمه افلام. احنا هناخد المصنف الفارغ او الكتاب الفارغ. الشكل اصبح معتاد. يبقى ده عندي شريط عنوان، في ايه، في زر اغلاق، زر تكبير واستعاده، زر تصغير، ديت لاظهار واخفاء التبويبات. يبقى احنا هنا ما بنسميهاش قواعد، بنسميها تبويبات. تبويب ملف، تبويب الصفحة الرئيسية، وكل تبويب داخله عبارة عن مجموعات، كل مجموعة تتكون مجموعة من الأوامر تم التعبير عنها في صورة إيه؟ أدوات. يبقى هنا أدوات عملية الإخفاء، عايز إخفاء تلقائي، يتم إخفاء تلقائي، أضغط عليه أهو، أختار منه إظهار علامات التبويب فقط، يبقى إظهار علامات التبويب، أختار منه إظهار الكل، إظهار الكل، يبقى صار علامات التبويب وإظهار الأشرطة الخاصة بهذا البرنامج. هركز على قائمة ملف، هدي خلاصة سريعة عنها هي والصفحة الرئيسية، ثم هنستعرض مثال، ومن خلال هذا المثال هنتعامل مع بيئة هذا البرنامج، ثم إجراء العمليات الحسابية المعتادة، الأربع عمليات أو الخمس عمليات المشهورة، ثم عمل رسم إيه؟ بياني. ندي فكرة سريعة عن قائمة ملف، وأنا أتمنى من الزملاء إنهم يراجعوا شرح برنامج وورد في قناة طارق النجار التعليمية. معلومات، معلومات ديت للحصول على المعلومات للإصدارات الخاصة بهذا الملف. ما أضغط على معلومات، يبقى إزاي أحمل المصنف، إزاي أفحصه، بيانات عن
الإصدارات وكيفية مشاركتها مع الغير وكيفية تشفير هذه البيانات الموجودة في هذا المصنف أو هذا الملف أو هذا الكتاب. جديد يستخدم لإنشاء ملف جديد من خلال بعض القوالب الجاهزة زي ما حضراتكم شايفين، وقد نستخدم بعض القوالب الجاهزة أو نستخدم ملف فارغ. فتح من خلاله يمكن فتح مستند إكسل أو استدعاء ملف إلى البرنامج. حفظ هو حفظ هذا الملف باسم سواء على النت من خلال سكاي درايف أو على الكمبيوتر أو في أي مكان آخر أو جهاز آخر موجود على الشبكة. طباعة، لما أحب أطبع هذا الملف بشرط وجود طبع فبيتم إرساله. مشاركة، المشاركة اللي هتمكنك من مشاركة هذا الملف على الإنترنت أو إرساله كملف مرفق ببريدك الإلكتروني أو حفظه بنوع آخر أو حفظه بإكستنشن آخر. تصدير، يعني حفظ هذا الملف بامتداد آخر أو حفظه كمستند بيأخذ امتداد PDF أو XBS. إغلاق، لغلق هذا المستند. كنترول إن هوت على أساس أجيب مستند جديد أو كتاب جديد أو مصنف جديد أو بوك. أدي ملف، أدي إغلاق، يبقى الغلق الملف الحالي. لو كان في تعديلات لازم أحفظ هذه التعديلات. الحساب، للحصول على معلومات عن البرنامج والاستفسار عنه من خلال بعض التوضيحات من الشركة المنتجة. الخيارات، هذا الخيارات ديت تستخدم في إظهار هذا الصندوق الحواري اللي بيتم من خلاله التحكم في بيئة برنامج إكسل. مثلا عام ده يمكننا من إجراء تغييرات في الخيارات الأكثر شيوعا في هذا البرنامج، زي لون شاشة البرنامج، هل هي أبيض، رمادي داكن، رمادي فاتح، تغيير اسم المستخدم واللغة التي ترغب فيها، نوع الخط، حجم الخط الابتدائي، مسار الحفظ إلى آخره. الصيغ اللي هي الفورميولا ديت برضو من ضمن التوبيبات المهمة في هذا الصندوق الحواري، ودي تمكننا من تغيير الاختيارات المتعلقة بالصيغ أو المعادلات التي نقوم بإجراها داخل هذا البرنامج. تدقيق، اللي هو التدقيق الإملائي، إن احنا بيقوم باكتشاف اللي هو الخيار ده من خلاله بيقوم البرنامج بتصحيح النصوص من الأخطاء الإملائية والنحوية. حفظ بيتم تخصيص حفظ المستندات من حيث نوع التنسيق الذي نود حفظ به، مكان الحفظ، حفظ المستندات التلقائية، المدة الزمنية للحفظ التلقائي، تحديد مكان حفظ المسودة الكتابة. اللغة، هذا الخيار يمكنك من تغيير واجهة برنامج إكسل ما بين عدة اللغات، وبيتم تحميلها مسبقا من موقع الشركة. خيارات متقدمة، الخيارات المتقدمة ديت بتضيف بعض الخدمات الإضافية التي تمكننا من التعامل مع البرنامج من خلال التحكم في بعض الأشرطة الموجودة به وطريقة الإغلاق والفتح والتسكير. تخصيص شريط، من خلال هذه الميزة البرنامج إكسل يمكننا من تخصيص مكونات أشرطة المجموعات والتبويبات وإدخال التعديلات على اختصارات لوحة المفاتيح حيث يسهل استخدامها كواجهة لهذا البرنامج. شريط أدوات الوصول السريع اللي هو هذا، إن احنا نقدر نتحكم في المكونات الخاصة به، إن احنا نختار الأمر فيتم إدراجه، مثلا هذه عادة مثلا وليكن إعداد صفحة أهيت وأقول له إضافة فبيتم إضافتها لما أقول له موافق. وظائف إضافية، الوظائف الإضافية الميزة ديت بتمكننا من عرض وظائف ببرنامج مايكروسوفت أوفيس في إصداراته وإعداده، زي ميزة إرسال الملفات عبر البلوتوث وأماكن الحفظ. مركز التوثيق، الميزة ديت تمكننا من إن احنا الوصول إلى مركز التوثيق على موقع مايكروسوفت، مما يتيح أمان أكثر للملف عند مشاركته والتعامل مع الغير. تعالوا بينا نكتب مثال سريع كده مع بعض ونبدأ الشغل الخاص بينا.
دخلنا البيانات على النحو التالي، كلنا عارفين ازاي نتعامل مع الصفحة الأوامر الرئيسية بالنسبة لنا. آدي مجموعة من الأوامر اهيت. بس أنا أحب أشير إلى نقطة مهمة، لنفترض أن أنا عندي بيانات، هذه البيانات مثلا 5 4 9، وعايز أرتب هذه البيانات. فبحدد هذه البيانات وبختار فرز أو تصفية، وبحدد الفرز من الأصغر للأكبر، فبيتم ترتيبها على هذا النحو أهوت من الأكبر للأصغر. يبقى في السندج اللي هو ترتيب تصاعدي من الصغير للكبير، أو من الألف إلى الياء، أو من الإيه للزد، وفي تنازلي ديسندنج اللي هو الترتيب من الأكبر للأصغر، أو من الزد للإيه، أو من الياء للألف. أدي عمليات الترتيب. عمليات الترتيب بس عشان ديت حاجة مميزة، مش بس بالنسبة للأرقام ولكن حتى بالنسبة للأسماء. لو كتبنا اسم وليكن، وعايز ارتب هذه الاسماء، هل عايز ارتبها ترتيب صعودي ولا تنازلي؟ فبروح للفرز اهوت، اجي ضاغط الفرز من الالف للياء، يبقى احمد طارق محمد. طب اضغط على الفرز من الياء للالف، ادي الترتيب الايه؟ التنازلي. يبقى دي عمليات الفرز عشان ما ننساش المعلومه دي. يبقى الفرز بيكون اللي هو السورت بالنسبه للارقام وبالنسبه للايه؟ للحروف. دي الجزئيه الاولانيه اللي حبيت اشير اليها. طيب الحاجه الثانيه، نبص كده للجدول بتاعي. لو انا عايز اجري تنسيقات اعمل ايه؟ بحدد. كلام سهل جدا اهو، ابدا احدد عندي هنا اهوت، اغير حجم الخط اهو، اغير نوع الخط واختار النوع المناسب، ثم اغير اللون باي طريقه، ثم ممكن اغير الخلفيه الى اخره، اخلي الخط اسود عريض، اخليه مائل، اخليه تحته سطح، احط خط تحتيه او خط حواليه، اجيبه يمين اجيبه وسط، والكلام ده كله يكاد يكون معروف بالنسبه لنا. المنطقه ديت او المجموعه ديت خاصه بايه؟ خاصه بالتعامل داخل المنطقه دي. طب ما تيجي بينا الاول نتكلم على المكونات بتاعتنا. اتكلمنا على ان ده عباره عن شريط العنوان، ثم ده اسمه شريط التبويبات، ملف وصفحه رئيسيه وادراج، ثم ده تسجيل دخول على السكاي درايف بتاعك الخاص بيه، ثم دي عباره عن مجموعات، كل مجموعة تحتوي على أوامر تم التعبير عن الأمر في صورة إيه؟ في صورة أداة. ثم شريط الصيغ الرياضية اللي هو الفورميولا، أداة شريط الصيغ الرياضية. الشريط ده مكون من إيه؟ مكون من جزئين. الجزء الأولاني اللي هنا هوت بيظهر لي مربع الاسم، ومربع الاسم، مربع الاسم بيظهر اسم الخلية، ثم علامة حذف لو أنا عايز أحذف المحتويات أو عايز أأكد هذه المعادلة، وهنا هو لإدراج دالة من الدوال هنتكلم عنها بعد ثواني، ثم هنا المحتويات، ثم شريط، هذا الشريط اللي هو رؤوس الأعمدة. الأعمدة تبدأ بحرف A وتنتهي بحرف XFD، عدد الأعمدة 16384. أنا هجيب لكم ورقة اهوت، هضيف ورقة نضيف ورقة عشان اقدر اتنقل ما بين المحتوى بتاع هذا المصنف. المصنف مكون من ايه؟ مكون مجموعه من الاعمده A B C D، عدد الاعمده 16384، تبدا بالاي وتنتهي بالاكس اف دي للوصول الى اخر واحد. اضغط كنترول وسهم لليسار، كنترول وسهم لليسار اكس اف دي، كنترول وسهم لليمين يجيب لك ايه، كنترول وسهم الاسفل يجيب لك عدد الصفوف. إذا عدد الصفوف الموجودة 1,048,576. طريقة الانتقال عن طريق كنترول والأسهم، يبقى كنترول سهم الأعلى يجيب أول خلية، كنترول سهم الأسفل آخر خلية في الصف، كنترول وسهم لليسار يجيب لنا آخر خلية في الصف، ويبقى أدي عملية الانتقال بسهولة. يبقى أنا بستخدم كنترول ومجموعة الإيه؟ الأسهم. يبقى تاني واكد لحضر نراجع كده مع بعض، كنترول وسهم لليسار بيجيب لي اخر خليه في هذا الصف مع ظهور اسم هذا العمود، كنترول وسهم لليمين اول خليه في هذا الصف، كنترول وسهم الاسفل اخر خليه في هذا العمود اللي هي رقمها 1,048,576، ثم كنترول وسهم الاعلى يجيب لنا أول خلية في هذا العمود.
عندما ما هو العمود؟ العمود اللي هي المحاور الرأسية، أو إحنا بنسميها المحور السيني، بينما الصفوف هي المحاور الأفقية أو المحور الصادي. طيب، عندما يتقاطع عمود مع صف ينتج ما يسمى الخلية. كيف ننطق اسم الخلية؟ تنطق اسم الخلية باسم العمود ثم رقم الصف. يبقى أنا لو وقفت عند ديت أقول له I 6، وهنا في خانة الاسم هو، يبقى دي اسم الايه؟ الخلية. كيف يتم التناقض؟ هاي الخلية ايه نوع البيانات اللي بتقبلها؟ تقبل أرقام وحروف وعلامات خاصة، يعني أرقام اكتب أرقام زي ما أنت عارف، تكتب حروف زي ما أنت عايز، علامات ما فيش مشكلة. زي ما انت عايز. ازاي تمسح؟ انك بتحددها وتضغط ديليت من لوحه المفاتيح فيتم مسحها. كيف يتم التنقل ما بين الخلايا؟ اما عن طريق الاسهم الاربعه او عن طريق مفتاح تاب. زي ما احنا شايفين بضغط تاب بينتقل الى جهه اليسار، لو شفتوا تاب هينتقل الى جهه اليمين عكس تاب. ادي الاسهم، او عن طريق استخدام الايه؟ الماوس، او انك بتضغط انتر فينقلك الى الخليه التي تقع اسفل الخليه الحاليه. تعالوا بينا نبدأ نكمل. ادي المثال بتاعنا، وادي التنسيقات معروفة زي ما اتكلمنا، القص والنسخ واللزق الحاجات دي بتاعت الوورد. انك عايز تقص بتحدد وتضغط قص، فبتروح للكيبورد للذاكرة، تروح لمكان اخر تعمل لزق. النسخ انك بتسيبها تاخد منها صورة ضوئية للذاكرة وبعدين تكررها مع الاحتفاظ بالاصل. طيب، ادي البيانات الخاصة بينا ونقدر نعمل كل التنسيقات اللي احنا قلنا ايه عليها. عايز برضو اشير الى جزئية مهمة اللي هي عملية دمج وتوسيط، ان انا ابقى احدد خليتين او اكثر واضغط على دمج فبيتم دمجهم في خلية واحدة، يبقى ده الدمج. التفاف النص برضو من ضمن الاشياء الجديدة اللي انا عايز اشير اليها. لو انا كتبت مثلا حاجة زي كده، هلاحظ ان البيانات ديت مكتوبة في أكثر من خليات، لا أنا عايز هذه الجملة في خلية واحدة، يبقى بحدد هذه الخلية وأقول له إيه؟ التفاف النص. فبيتم إيه؟ فبيتم إدراج أو إضاءة إدراج محتويات في خلية واحدة فقط، يبقى ده اسمه إيه؟ التفاف النص، بحيث إنك أنت ما تتعداش حدود هذه إيه؟ الخلية. عايز نحذفها نضغط ديليت. طيب، نبص لبقية المثال بتاعنا. هنتعامل دلوقتي مع أشياء مهمة وجميلة جدا. الشيء الاولاني، ازاي تضيف عمود او تحذف عمود او تخفي عمود، ازاي تضيف صف او تخفي صف او ترجع صف او تظهره، ونفس الكلام بالنسبه للوقت، وازاي تحفظ المستند، وازاي تستخدم المعادلات الرياضيه، ثم عمل الرسومات البيانيه. ناتي بالنسبه للاعمده. اهو انا عندي ادي يناير مارس، هنلاحظ ان في شهر فبراير ناقص، فبعمل ايه؟ بحدد هذا العمود وبضغط كليك يمين واعمل ادراج، فبيتم اضافه عمود على يمين العمود المحدد او قبل العمود المحدد. دي طريقه، او انك تحدده وثم من الصفحه الرئيسيه، لاحظ في حاجه اسمها ادراج، من ادراج اقول له ادراج اعمده، فبيتم ادراج هذا العمود. فنكتب كده العمود اللي هو مثلا فبراير. ادي العمود. طيب، ازاي احذف عمود؟ انك تحدد من راس الاعمده ثم تضغط عليه كليك يمين وتقول له حذف، فبيتم حذف هذا العمود، او انك تحدده من راس الاعمده وتروح من حذف وتختار حذف اعمده، فبيتم حذفه. ماشي، مفيش واحد يقول لي احدده واضغط ديليت، لا، ديليت هنا تستخدم لحذف محتويات العمود. هعمل كنترول زد اللي هي تراجع. طب ازاي اخفيه؟ ان انا احدده ثم اضغط كليك يمين عليه وادور على اخفاء. ادي اخفاء، كده تم اخفائه. ازاي اظهره؟ احدد اللي قبله واللي بعده. طب اعرف ازاي؟ من خلال الحروف الابجديه اهو، وكليك يمين اعمل اظهار فيتم اظهاره. كان في طريقه كمان، ان انا احدده ثم اذهب الى تنسيق، ومن تنسيق اختار اخفاء، اقول له اخفاء الاعمده فبيتم اخفائها. عايز تظهرها انك اللي قبليها واللي بعديها زي ما اتفقنا، وتروح من تنسيق من الصفحه الرئيسيه، من تنسيق اختار اظهار فبيتم اظهارها. البعض يقول لي هل ممكن احذف عمودين، اضيف عمودين؟ العمليه بسيطه. افرض ان انا عايز اضيف عمودين اهوت، احدد اثنين واضغط كليك يمين واعمل ادراج فيتم ايه؟ اضافه ايه؟
عمودين، عايز احذف عمودين احددهم واضغط كليك يمين وحذف فيتم حذفهم اهو. عايز اخفيهم احددهم بنفس الطريقه. طيب ادي الاخفاء وادي الاظهار وادي الاضافه وادي ايه الحذف. لو افترضنا دلوقتي عايزين نعمل طي للبيانات الموجوده في هذا العمود، يبقى ما بين الخط الفاصل ما بين العمودين اضغط دبل كليك كده، او كان ممكن ان انا اسحب، او كان ممكن ان انا احدده ثم اروح من تنسيق، ومن تنسيق اعمل احتواء، من تنسيق هنعمل احتواء لعرض العمود بالطريقه دي. ادي ثلاث ايه طرق. هنيجي دلوقتي بالنسبه للصفوف. صفوف ازاي اضيف صف؟ واحد ثلاثة أربعة، في صف هنا ناقص، يبقى أقف على الصف التالي للصف اللي ناقص اللي هو رقم ثلاثة وأحدده من رأس الصفوف، ثم أضغط كليك يمين وأعمل إدراج فبيتم إضافته دي طريقة. أو أحدد الصف التالي للصف الغير موجود وأروح لقائمة إدراج لأمر إدراج، ومنه أقول له إدراج صفوف فيتم إضافته. نكتب بقى البيان الخاص بينا. طب ازاي احذف؟ ان انا احدده من رؤوس الصفوف ثم اضغط كليك يمين واعمل ديليت، او اروح من حذف من الصفحه الرئيسيه واختار حذف صفوف فبيتم حذفه. طب عايز احذف اثنين او ثلاثه احددهم وكليك يمين عليه واعمل حذف، او من حذف واختاره. طيب البعض يقول لي طب افرض ان الصفوف عايز اخفيه احدده واعمل كليك يمين واختار اخفاء فيتم اخفائه. طب عايز ارجعه هلاحظ ان في واحد اثنين ثلاثه اربعه سته، يبقى احدد اربعه وستة وكليك يمين واعمل اظهار، او اروح من تنسيق من الصفحة الرئيسية من تبويب الصفحة الرئيسية واختار الرؤية اخفاء واظهار، اختار اظهار الصفوف. سؤال جميل، افرض ان انا عايز احذف عمود الاسم وعمود مارس، قال لك حدد عمود الاسم ثم اضغط على كنترول وروح لمارس، اضغط على كده بالطريقة دي. يبقى التحديد المتباعد عن طريق ايه؟ انك بتحدد واحد ثم تضغط على كنترول وعلى رأس الثاني فيتم تحديده وتقدر تتعامل معاه. الكلام ده بالنسبه للاعمده وبالنسبه لايه الصفوف. طيب بالنسبه لورقه العمل، عايز اضيف ورقه عمل جديده، قال لك نلاحظ علامه زائد دي كده اضغط عليها تضيف لك كل شويه ايه ورقه عمل اهي. طب عايز احذف ورقه عمل، كليك يمين واعمل حذف. طب عايز اضيف ورقه عمل قبل ورقه ثلاثه، يبقى افتح ورقه ثلاثه واضغط كليك يمين واعمل ادراج ثم موافق فيتم اضافتها. يبقى الاضافه بتكون قبل الذي يتم ايه تحديده، او انك بالطريقه دي تيجي رايح من تبويب الصفحه الرئيسيه من ادراج هنختار ادراج ورقه. طب عايز اسمي الورقه، عايز تسمي الورقه اضغط كليك يمين واختار اعاده ايه تسميه واكتب اسم الورقه. طب في طريقه ثانيه للتسميه، ايوه افتح الورقه وروح من تنسيق من الصفحه الرئيسيه واختار ادي عندك اللي هي التسميه، إعادة تسمية الإيه الورقة في تنظيم الأوراق، إعادة تسمية الورقة. طب عايز أخفي ورقة اضغط عليها كليك يمين واختار إخفاء، عايز أظهرها اضغط كليك يمين واعمل إظهار، هيطلع لك صندوق حواري منه تختار اسم الورقة وتقول له موافق. كان ممكن طريقة تانية إنك تفتح الورقة وتروح من تنسيق، ومن تنسيق في إخفاء الرؤية إخفاء وإظهار ثم تقول له إخفاء ورقة فيتم إخفاءها. عايز أظهرها أروح من تنسيق اخفاء واظهار ثم اظهار ورقه فيتم ايه اظهار صندوق حواري، ومن خلاله اختار اسم الورقه واقول له موافق. يبقى كده عرفنا ازاي نضيف ورقه. طب ازاي افتح الورقه؟ انك تضغط عليها فيتم ايه فتحها. طيب عايز اعيد ترتيب الورقه، انك تضغط كده وتسحب بالطريقه دي كده، او انك تضغط كليك يمين على الورقه وتختار حاجه اسمها نقل او نسخ، نقل او نسخ، وتحدد انت عايز تنقلها فين. لو في ملفين مصنفين كتابين مفتوحين في وقت واحد فاقدر انقل من الملف الحالي او المصنف الحالي للاخر، لو غير كده يبقى انت بيتم عمليه النقل داخل نفس الايه المصنف، هل هو قبل الورقه بعد الورقه. ولو انت عايز تعمل نسخه منها يبقى عندك نسختين، تختار حاجه اسمها انشاء ايه نسخه. طيب لو عايز احفظ الملف اعمل ايه؟ اضغط كنترول واس، او اروح من قائمه او اضغط على اداه الحفظ واحدد مكان الحفظ، هل هحفظ على السكاي درايف في النت، او احفظ على الكمبيوتر، او في اي مكان اخر، وليكن مثلا على الكمبيوتر فين بالظبط ماي دوكيومنت، او في ديسكتوب وليكن في ديسكتوب، ثم اكتب اسم الملف اللي انا عايزه
كتبت اسم الملف، بحدد نوع الايه الحفظ، بحدد نوع الحفظ، هل هو بي دي اف مثلا كادوبي اكروبات نختار، او نشوف، او كصفحه نت، او كصفحه اكس ام ال. انا افضل اكس وورك بوك لانه بياخذ امتداد اكس ال اس اكس، ثم اقول له حفظ بعد تحديد الايه. يبقى انت بتحدد المكان، بتكتب الاسم، بتحدد الامتداد او النوع الخاص بيه، كده حفظنا. يظهر الاسم مباشره قدام حضراتكم على الوضع التالي. طيب بعد ما استعرضنا التعامل مع هذه الاشياء الجميله، تعالوا بينا نستعرض الدوال. عايز اجيب المجموع. عشان تجيب المجموع اقول لكم في حاجات بسيطه جدا ما ننساش. لو قلنا مثلا يساوي، وقلنا 5 زائد 3، يبقى دي علامه زائد علامه الجمع، علامه الناقص ده علامه الطرح، وعلامه الضرب وعلامه القسمه معروف ايه، انتر، فبيتم عمليه الجمع. لكن ما تجيش وتقول لي 5 زائد 3 لا، وانتر، 5 زائد 3 بدون يساوي هي 5 زائد 3. فلازم الاول ايه تخبر هذا البرنامج انك تقوم باجراء عمليه حسابيه عن طريق الضغط على علامه يساوي، ثم تكتب الرقم اللي انت عايزه بالطريقه دي. البعض بيتلخبط في حاجه مهمه برضو احب او اود الاشاره اليها، في حاجه اسمها اولويات العمليات الحسابيه. يعني لو قلنا دلوقتي 5 زائد 3 في 2، وسالت حد ايه هو الناتج هنا، هيقول لي 5 زائد 3 ب 8 في 2 ب 16. اجابه خاطئه، لان الاجابه 11. ليه؟ لان هناك اشياء تسمى اولويات العمليات الحسابيه. الكمبيوتر بيحل الاول ايه ما بين الاقواس الداخليه، ثم الاقواس الخارجيه، ثم الاس، ثم بعد ذلك يتعامل مع الضرب او القسمه ايهما اقرب لعلامه يساوي حسب اللغه المستخدمه، ثم يتعامل مع الجمع والطرح ايهما اقرب لعلامه ايه يساوي. الاولويات العمليات الحسابيه دي جزئيه مهمه وخطيره في التعامل مع الارقام، يا ريتنا نركز عليها. طيب يبقى كده اتكلمنا على اولويات العمليات الحسابيه وكيفيه اجراء عمليه حسابيه. عشان تجرى عمليه حسابيه لازم الاول تقول للكمبيوتر تضغط على يساوي، بعد ما تضغط على يساوي اكتب العمليه الحسابيه الخاصه بيك. طيب لان هو عايزين نقوم بعمليه الجمع، قال لك في اكتر من طريقه. الطريقه الاولانيه طريقه تقليديه، انك تقول له يساوي وتكتب الارقام 90 زائد 80 زائد 80 زائد 70 وتضغط انتر. يا طريقه ممله وطويله. افرض ان انا عندي ارقام بتاع 12 شهر هقعد اكررها؟ يا ريت بس على الوقت والمجهود المبذول في الجزئيه دي. لا، كمان لو انت حبيت اكتشفت ان هناك خطا داخل هذه الخليه وعدلتها لن يظهر اثره هنا، لانك انت عملت معادله ثابته. ماشي. طيب نضيف ملاحظه حلوه، انك انت لو عملت اي معادله باي طريقه وعايز تنسخها افتحتيها كده وتسعى، فبيتم ايه نسخها. اهو لو كتبت مثلا هنا هو الطارق وعايز اكرره، اهو كده اهوت، واسحب، هلاحظ انه بيتكرر بالطريقه ديت. لو عايز اعمل، لو قلت 1 3، لو 1 3 يبقى هعمل متسلسله، هيبقى 1 3 5، هيفهم اكسل هذا الاساس، يبقى هيبدا يضيف بعد كل واحد 1 3 5 7 9، اصبح عملها ايه متسلسله عدديه. الفرق ما بينهم، لو عملت 1 و2 وسحبت هيعمل لك متسلسله عدديه 1 2 3 4 5 الى اخره. طيب تعالوا بينا نتكلم على المجموع، نتكلم على اول طريقه. الطريقه الثانيه انك تستخدم اداه الجمع التلقائي اللي هي السميشن، اهي تضغط مرتين كده فبتقوم بعمليه الجمع وتيجي ساحب. دي طريقه سهله ومباشره. ايه ميزه الطريقه دي؟ اولا السرعه، الدقه، ثاني حاجه لو انت عدلت البيان، تعالوا بينا نعدل البيان 90 نخليه 100 ونضغط انتر هيتعدل المجموع. ثالث حاجه انك تقوم بنسخ هذه المعادله فبيتم تطبيقها مباشره على جميع العمليات الحسابيه. طيب نفكر حضراتكم باشياء جميله ثانيه، ممكن استخدم ده للصم، استخدمها يدوي ازاي؟ هقول له كده يساوي وبعدين اسم الداله، يساوي اسم الداله، فبتنسد المجموعه من الدوال وتفتح قوس. اول خليه موجوده عندك اللي هي سي 2، شيفت والكاف اللي هي نقطتين، ثم اف 2 اخر خليه، وتقفل القوس وتضغط انتر. يبقى انت كده كتبت الداله ايه يدوي، وبعدين تضغط وتسحب. ليه انا بقول تكتب الداله يدوي؟ لان دي مهاره خاصه انت هتستفاد فيها بعدين، لان مش كل الدوال موجوده في صوره ايه سميشن، اداه الجمع التلقائي. يبقى ادي الجمع، او انك ممكن تحدد المكان تظهر في الجمع وتضغط على هذه اللي هي ادراك داله، ومن ادراك داله هتلاقيها في قائمه الدالات الاخيره. اذا ما لقيتهاش في قائمه الداله الاخيره ده اللي اتصم، هي دائله، داله عباره عن رياضيات ومثلثات. تختار اي داله وتكون في وضع لغه انجليزيه وتضغط حرف اس لحد ما يجيب لك اداه ايه داله صم. الداله عباره عن برنامج صغير بينجز كل المهام الخاصه بيه بسهوله ودقه.
هو خلاص حددها لك اهوت، ثم يا اما انت تكتبها يدوي، تكتب الخلايا والمدى، يبقى ده اول خليه، والخليه عباره عن اسم العموس ورقم الصف، ثم نقطتهم في بعض عن طريق شفت والكاف، ثم اخر خليه، ثم تقول له موافق. او انك كان ممكن تكتب اهو اول خليه وثاني خليه وثالث خليه ورابع خليه وخامس خليه زي ما انت عايز، ثم موافق، يبقى دي عمليه الايه؟ الجمع. المتوسط، ايه هو المتوسط؟ المتوسط هو مجموعه الارقام على عدد هذا الارقام. لو عندي اربع ارقام يبقى احنا هجمع الرقم الاول زائد الرقم الثاني زائد الرقم الثالث زائد الرقم الرابع على عددهم، على عددهم اللي هم ايه؟ اربعه. ده اللي اسمها داله افريج. هنكتبها يدوي كده مع بعض، بقول له يساوي افريج اي في اي ار اي جي اي، وافتح قوس، وبعدين اول خليه سي 2 يبقى يساوي افريج، افتح قوس، اول خليه سي 2 شفتوا الكاف، اخر خليه اللي هي اف 2، واقفل واضغط انتر قبل المتوسط. يبقى جمع لي الارقام على عددهم ليه؟ او المجموع على العدد 330 على 4 يديني 32.5، وهوت اجي ايه قايم بعمليه النسخ. دي طريقه. الطريقه الثانيه ان احنا نقف تحت هنا، ثم نروح لادراج داله اهيت، ندراج داله. الداله ديت يا اخواننا عباره عن داله احصائيه ستاتستيكال، اهي ده اللي تفرج اهي، واقول له موافق، ونتاكد من ان هو لا هو حدد هنا غلط، لان انا عايزها الى اف 2، عايزها الى اف 2، حددنا الى اف 2 يبقى من سي 2 الى اف 2 وموافق، ثم اقوم بعمليه الايه؟ نسخ هذه الداله. اكبر درجه اللي هي ماكس، عايزين نعرف اكبر درجه في درجات الاربع شهور، فاقول له يساوي ماكس، افتح قوس، من سي 2 الى اف 2 واقفل وانتر يدينا اكبر درجه، واقوم بعمليه النسخ. طيب اهو كان ممكن اعملها بطريقه ثانيه، ان انا اقف تحتيها كده واروح على ادراج داله واختار هي داله احصائيه، احدد اي داله واضغط على ام ماكس وابدا اكمل واقول له موافق، ونشوف هو محدد المحتوى لا مش محدده، اكتبه من سي 2 الى اف 2، اكتب المدى اهوت وجناسه. طيب اصغر درجه اللي هي ميني برضه في طريقتين، يا تكتبها يدوي يا اما تستعان بادراج ايه؟ ده اللي انا هكتبها المره دي يدوي، هقول له يساوي من ميني ام اي ان، وافتح قوس، من سي 2 الى اف 2 واقفل القوس وانتر، ثم اقوم بعمليه نسخ هذه الايه؟ الداله بالطريقه دي كده. الحاله دي الداله لوجيكال اللي هي داله اف، عايزين نقول والله اذا كان هذا الطالب هم اربع شهور ب 400، إذا استطاع هذا الطالب إنه يجيب درجة 200 يبقى هذا الطالب ناجح، وإذا ما قدرش يجيب 200 من 400 يبقى هذا الطالب إيه؟ لم يوفق. هنعملها إزاي؟ هنرايح لإدراج، يبقى دي اسمها دالة إف، إدراج دالة، هنختار دالة، الدالة اللي أنا هقولها هنا اسمها دالة لوجيكال، دالة منطقية اللي هي دالة إف. هنحط هنا الشرط، في حالة نجاح الشرط تظهر هذه النتيجة، في حالة عدم نجاحه تظهر هذه النتيجة. يبقى الشرط بتاعي ايه؟ الشرط بتاعي اللي هو لو ايه المجموع، يبقى جي 2، يبقى لو جي 2 اكبر من او يساوي، اكبر من او يساوي 200، ناخد بالنا ما ننساه، اكبر من هي اللي فاتحه بقها للشيء اللي بنتكلم عنه، لو لغه انجليزيه يبقى ناحيه اليسار، اكبر من لو عربي يبقى ناحيه اليمين، وعارفين احنا يساوي اصغر من لو انجليزي يبقى تفتح بقها ناحيه اليمين، لو عربي اسف لو لغه انجليزيه تفتح بقها ناحيه اليمين، لو عربي تفتح بقها ناحيه الايه؟ الشمال. يبقى احنا كتبنا الشرط، الشرط عباره عن اسم خليه ثم معامل المقارنه، اكبر من او اصغر من، اكبر من يساوي او اصغر من او يساوي او لا يساوي، لا يساوي اكبر من واصغر من الاثنين في وش بعض. ثم النتيجه لو تحقق هذا الشرط هنقول والله يبقى ناجح. طيب لو ما تحققش يبقى راسب. ودي داله اف البسيطه. ودي اللي احنا بنقولها النهارده، وبعدين اقول له ايه؟ موافق، ثم اقوم بعمليه الايه؟ النسخ. بالطريقه كده. هلاحظ فعلا انه جاب 145، 145 ده راسب. طيب، الجزئيه الجميله الاخرى اللي عايز ادركها لحضراتكم، ازاي نعمل رسم بياني؟ عشان اعمل رسم بياني نشوف كده مع بعض ايه اللي هيحصل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحدد المنطقه اللي احنا عايزين نعمل لها رسم بياني او الحقول او البيانات، حددناها ما هوت. ثم افتح قائمة تبويب إدراج، ومن إدراج أبدأ أختار من الجزئية دي اللي هي مخططات، أبدأ أختار يا أختار مخططات الموسى بها، أختار اللي أنا عايزه، يا إما أختار مباشرة أنا عايز أعمل أعمدة أو دوائر أو
بختار الشكل المناسب، وليكن اعمده او المعرف عليها كده، اختار الشكل المناسب بالنسبه لها اهوت، وبعدين اضغط عليها فبيتم ادراكها. لو عايز انقلها هنقلها اهوت. يبقى كده قدرنا نعمل ايه؟ رسم بياني. لو عايز اغير الرسم البياني في اي لحظه اضغط عليه بالطريقه ديت. لو عايز اعمل له تنسيقات خاصه في التعبئه، في الالوان، في الحدود، العمليه كده بسيطه بالنسبه لنا. او ان انا ممكن اغيره من هنا زي ما انا عايز اهوت، او ان انا ابدل الالوان لو الالوان مش عجباني. بتدرجات الالوان اللي انا عايزها، او ان انا بعد ما خلصت هذه الاشياء نشوف كده اهي، اغير نوع هذا المخطط، اختار اي مخطط تاني. يبقى انا ايه؟ حددت هذا المخطط، ثم اختار حاجه اسمها تغيير نوع المخطط، واختار هل هي منطقه، شريط، دائري، خط، عمود، قوالب الى اخره. لو عايز انقله اختار نقل هذا المخطط، احدد هنقله في ورقه رقم كام او في ورقه جديده. ادي الاوراق اللي انا عايز عمليه النقل بيها، وبعدين اقول له موافق فيتم نقلها. لو عايز انسقه بحدد الجزء اللي انا عايزه، ومن الجزء اللي انا عايزه ممكن ابدا انسق الالوان، انسق التعبئه، هنخليه تعبئه، نختار التعبئه اللي احنا عايزينها، نختار الالوان، فبيتم اهو. ادي كل جزء، حتى الاعمده اقدر انسقها. ان انا اضغط على العمود دبل كليك، ثم اختار التعبئه المناسبه بالنسبه لي اهوت. وممكن تعبئه عباره عن صوره، تعبئه عباره عن نقش. خلصت، خلاص اوكي، فبيتم تنفيذها فوري. لو انا عايز اتحكم في حجمها بعد ما احدده، اقف على الهاندل المربعات ديت اهوت. لو عايز احذفه احدده واضغط مفتاح ديليت فبيتم حذفه. لو عايز اغيره زي ما قلت بعد ما بحدده اعمل دبل كليك عليه، اقدر اعمل تغيير نوع المخطط واخليه مثلا دائري، اختار الشكل المناسب اهوت، واقول له موافق فبيتم تغييره بهذا الشكل. لو عايز انقله في ورقه اخرى زي ما اتفقنا، دبل كليك عليه، تختار حاجه اسمها نقل، نقل مخطط. ومن نقل مخطط بتحدد انت عايز تنقله مثلا في ورقه رقم 5 وتقول له موافق، فبيتم نقله في ورقه رقم ايه؟ 5. عايز ارجعه في الورقه اللي هي اللي اسمها قناه، اعمل ايه؟ احدده دبل كليك واختار نقل المخطط، وبعدين تختار تقول له انمله لي القناه ثم موافق. كده احنا خلصنا هذه الاشياء الجميله. فاضل بس نقطه، ان انا دلوقتي لو انا عملت معاينه، تعالوا بينا كده نشوف شريط الادوات السريه ونعمل معاينه قبل الطباعه. نشوف كده الورقه، هنلاحظ ان الايه؟ الخطوط الارشاديه مش واضحه. طب انا عايز الخطوط الارشاديه توضح، اعمل ايه؟ بسهوله من ضمن الخطوات البسيطه ان انا احدد، ثم اختار من هذا الجزء واقول له كافه الاعمده. تعالوا بينا نعمل تاني معاينه. هنلاحظ انها طلعت ايه؟ الخطوط الارشاديه. طيب. عايزين نحفظ؟ لازم نحفظ. وبعد كده عايزين نطبع، بنضغط كنترول وبي، او نروح من الملف ونختار طباعه ونحدد نوع الطبعه. بكده ان شاء الله عز وجل خلصنا مع حضراتكم برنامج اكسل بطريقه سهله وطريقه مباشره. سعدتوا بلقاء حضراتكم من خلال قناه طارق النجار التعليميه، واتمنى يا رب ان يكون الموضوع اصبح سهل ومباشر وانه ما فيهوش اي مشاكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.